بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مصطفاه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذا الاجتماع، الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويثني على الجالسين فيه وتحبه ملائكته، فإن لله ملائكة سياحين في الأرض يبحثون عن حلق الذكر ليستمعوا إلى كلام الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بما أن المناسبة قرب شهر رمضان، والمناسبة شرط كما يقول العلماء، فناسب أن نتكلم إن شاء الله تعالى عن هذا الشهر المبارك قبل أن يبلغ أجله ووقته وزمنه، لكن حق لنا أن نتكلم عن هذا الشهر الكريم، لأنه من الأشهر العظيمة التي ميزها الله سبحانه وتعالى بخصال عديدة كثيرة، لما أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر من الخيرات والبركات والمغفرات والرحمات، ولما ميز الله سبحانه وتعالى به هذا الشهر الكريم من نزول القرآن، ومن كون أو من اختصاصه بركن من أركان الإسلام ألا وهو الصيام، من أن الله سبحانه وتعالى أودع فيه ليلة هي خير من ألف شهر كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن. إذن فلا بد وأن نتكلم عن هذا الشهر الكريم ولو بكلام موجز مختصر على قدر الاستطاعة إن شاء الله تعالى، لنعلم أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أن جعل لهم مواسم خير يتقربون فيها منه، وهذا فضل وكرم ومنون وعطية من الله عز وجل، وعطايا الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، ونعمه لا حصر لها ولا عد لها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن نعم الله سبحانه وتعالى ومن مزايا ومن عطايا لعباده المؤمنين الموحدين أن جعل لهم هذه المواسم، وهي مواسم سنوية ومواسم شهرية ومواسم أسبوعية ومواسم يومية، جعل فيها عبادات يتقرب بها عباده منه سبحانه وتعالى، حتى تشملهم رحمته وعفوه وكرمه عز وجل. ومن هذه المواسم شهر رمضان، هذا الشهر الجليل الكريم العظيم اللي ما ولاوش الناس الآن كيعطيوه القدر ديالو والحق ديالو، فكل واحد ينظر إلى هذا الشهر حسب منظوره وحسب توجهه وحسب فكره وحسب معتقده تجاه هذا الشهر، فلذلك يكون تعامله مع رمضان على حسب اعتقاده وتوجهه، لا على حسب الشهر. وكما أرشدنا الشرع الحكيم التعامل مع هذا الشهر المبارك،
هذا الشهر قد بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه لأنه يعلم أن هذه الأوقات أوقات ربانية لا تعوض، وأن من أدرك رمضان خير ممن لم يدركه، وأن من وفق لصيام رمضان وقيامه خير ممن لم يوفق وإن أدرك. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بما ينفعهم ويحذرهم مما يضرهم، فلذلك هو البشير النذير صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان، يخاطب أصحابه ويخاطب الأمة كلها، أتاكم رمضان شهر مبارك، أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد فيه الشياطين أي مردة الجن، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وللأمة: أتاكم رمضان، أي جاءكم الشهر الذي تنتظرونه بشغف. وكان الصحابة رضوان الله عليهم والسلف كلهم ممن جاء بعدهم كانوا كيسين رمضان، فيسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، 6 شهور هما كيدعوا الله عز وجل أن يبلغهم هذا الشهر الكريم. ثم إذا بلغهم الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه هذا الشهر فإنهم يصومونه ويقومونه ويعبدون الله سبحانه وتعالى فيه، فإذا تجاوزوه سألوا الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أخرى أن يتقبل الله منهم عبادته من صيام وقيام وغيرها. إذن كانت السنة كلها الفكر ديالهم كله متجه إلى هذا الشهر الكريم بما فيه من المزايا. إذن فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، شهر مبارك في أوقاته وفي لحظاته في ليله وفي نهاره، فكله بركة منذ بزوغ فجره إلى ليله، فكل دقائقه وثوانيه وساعاته مباركة وكلها بركة. فلذلك قال: شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، فصيام شهر رمضان فرض بالقرآن والسنة والإجماع، ولا خلاف بين الأمة في فرضية الصيام في رمضان. من المزايا التي يعين الله سبحانه وتعالى به عباده في هذا الشهر الكريم أنه يفتح أبواب الجنة 8 ويغلق سبحانه وتعالى أبواب النار، ويصفد الشياطين أي مردة الجن كما ورد في الرواية الأخرى، وينادي مناد في كل ليلة، الرواية الأخرى اللي نذكرها إن شاء الله تعالى: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر أو أقصر. ثم قال: ولله عتقاء من النار في هذا الشهر الكريم، وذلك كل ليلة. إذن كيعتق الله سبحانه وتعالى في عباده من النار، كيفتح لهم أبواب الجنة وكيسد لهم أبواب النار وينشر عليهم رحمته ويصفد لهم الشياطين، وكل ذلك من أجل أن يتقربوا منه سبحانه وتعالى وأن يفوزوا برحمته ورضوانه وكرمه سبحانه وتعالى. وما كاينش عطية فوق هذه العطية هذه. فلذلك الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل نفسه أو أودع في نفسه الخير والشر، أودع في نفسه الخير والشر، فهو إلى أقرب المادتين غلبة، أي مادة غلبت في النفس ديال الإنسان فالإنسان يكون أقرب إليها. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن فإذا غلب على النفس البشرية الفجور فيكون هذا العبد إلى الفجور أقرب، وإذا غلب عليها التقوى فيكون إلى التقوى أقرب. هذه موازين العباد في غير رمضان.
ما من عبد إلا وله هذه الميزة، إلى غلب عليك الجانب ديال الخير وديال التقوى وديال الرضوان فأنت إلى هذا الجانب أقرب، وإلى غلب الجانب ديال الشر والعياذ بالله فيكون العبد إلى الشر أقرب. لكن في رمضان تتغير الموازين، تنقلب هذه الموازين، فإن جانب الخير وجانب التقوى يطغى ويكثر، وجانب الشر يضمحل وينعدم. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه قد صفد الشياطين ومرضت الجن. ماشي معنى أنه صفد الشياطين كلها وأن الذنوب والمعاصي لا تقترف في رمضان، لا ماشي هذا معناه، لا، معناه أنها تقل، وهذا مشاهد وملموس ومحسوس، لأن بعض الناس كتلقاه مضر في قبل رمضان بالمعنى الدارجي، يعني بعيد عن الله سبحانه وتعالى، قد يكون معرض عن الصلاة ومعرض عن القرآن ومعرض عن جميع الطاعات. فإذا دخل رمضان تلقى الإنسان كيلبس واحد الفوقية هو طويقية ويجي للمسجد وكحي الصلة ديالو مع ربه سبحانه وتعالى بالصلاة، فتجده في الصفوف الأولى، وكتلقاه كيهز المصحف مع أنه ما قرأ كلام الله سبحانه وتعالى قدر من رمضان الماضي، ولا سنين ما فتحش المصحف ولم يقرأ ولو حرفا من كتاب الله إلا ما أجري على لسانه هكذا على حسب هواه. فإذا جاء رمضان وجدته حتى هو في الصف الأول يصلي مع الناس ويصلي الفجر، مع أنه لم يصلي الفجر يعني قبل في جماعة، تلقاه في رمضان كيصلي الصبح في جماعة ويصلي الظهر في الجماعة والعصر والمغرب والعشاء ويصلي التراويح مع الناس ويكمل صلاة التراويح وكيهز المصحف ويقرأ القرآن، بل تجده قد يختم الختمة أو الختمتين أو أكثر أو أقل. علاش؟ لأن الموازين قد اختلفت في رمضان، لأن ميزان التقوى قد طغى على ميزان الشر بتصفيد الله سبحانه وتعالى الشياطين. فلذلك كنلقاو حنا ملي كيخرج رمضان كيخلي لنا واحد الثلة من الشباب ومن غيرهم ممن هداهم الله سبحانه وتعالى. انت الا جيت تقلب في المجتمع اغلب من رجع الى الطريق والى الاستقامه كتلقى السبب ديالو هو رمضان في غالب الاحوال، مع انه قد بعض الناس لما كيدوز رمضان يرجع الى حاله التي كان عليها. علاش؟ لان الموازين ترجع الى حالها، الموازين اللي كانت قبل رمضان كترجع. اذن فاذا تزود وملأ قلبه ايمانا وتقوى وورعا واشبع نفسه واعطاها ما تريد في رمضان وعمر لها البلان مزيان وعمر القلب بلان كما نقولوا، فإن هذا القلب يتحمل تلك الفتن التي تأتيه وكيبقى صابر إلى رمضان الآخر، ثم يشحن إيمانه هكذا إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى وربه عنه راضي. وهذا حال أغلب الناس وجل الناس من أهل الاستقامة. لكن بعض الناس لما يخرج رمضان ينقلب على عقبيه ويرجع إلى حالته التي كان عليها، فهذا لم يتمكن الإيمان من قلبه ولم تتمكن الهداية من قلبه، لأن القلب دياله كانت فيه شي حاجة ماشي هي هذيك، ما مقداش القلب دياله أصبح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ربها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير قلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بحال واحد الكاس قلبتي على وجهه، بغيتي دير فيه الحليب لا تستطيع، بغيتي دير فيه الماء لا يمكن، بغيتي دير فيه أي حاجة لا يمكن ملؤه. علاش؟ لأنك أنت قلبتي على فمه، خالفت القاعدة. إذن فلا يدخل إلى هذا الكوز شيء. فكذلك القلب كثرة الفتن، هذه النقطة نكتة ونكتة نقطة ونقطة ونقطة حتى كيولي القلب كحل والعياذ بالله. فإذا جاء القرآن كيلقى القلب مقلوب على فمه، ما كيلقاش منين يدخل، لا يجد منفذا إلى قلب هذا العبد فيرجع ولا يتأثر، كيضرب في الجدار ديال القلب ويرجع. ثم تأتي الصلاة، ثم تأتي الزكاة، ويأتي البر، وتأتي الطاعة، يقول لك أنا درت ودرت ودرت، ولكن مع ذلك لم أجد إلى لذلك أثرا ولم أجد لذلك حلاوة. المشكل كاين في القلب. فلذلك إن يعني من الأسباب ديال الاستعداد لرمضان لهذا الشهر الكريم، القاعدة التي هي معروفة عند أهل التصوف لكنها قاعدة جليلة جميلة، وهي مسألة التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية، أن تخلي قلبك، أن تفرغ قلبك
أن تطهر قلبك قبل أن تملأه، قبل ما تعمر قلبك خويه من الأضرار ومن الأصنام التي قد طغت على قلبك والتي ملأت قلبك. فإذا فرغته مما فيه من الشهوات ومن الشبهات، فإذا أردت أن تملأه فإنك تملأه بالحكم، وتملأه بالطاعة، وتملأه بالقربات، فيثمر أو تثمر هذه الطاعات، تثمر نورا في القلب، فيسطع هذا النور على جوارح المرء، فتجد الإنسان يمشي بنور الله ويتكلم بنور الله ويرى بنور الله ولا يفعل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. علاش؟ لأنه عوض تلك الأضرار التي كانت عالقة بقلبه، عوضها بنور الله سبحانه وتعالى بالطاعة، لأنه خلى قلبه ثم ملأه حكمة. وهناك قولة جميلة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يرويها عنه تلميذه ابن القيم، يقول رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام يقول، ابن تيمية رحمه الله، سمعته يقول، قال: إن الملائكة، الملائكة وهي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لا تدخل بيتا فيه كلب أو تصاوير، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملائكة ما كتدخلش شي بيت اللي فيه كلب أعزكم الله ولا فيه تصويرة معلقة من ذوات الأرواح، ما كتدخلش الملائكة لهذه الأماكن هذه. قال: إذا كانت الملائكة وهي من مخلوقات الله تعالى لا تدخل بيتا فيه كلب أو تصاوير، قال: فكيف تلج محبة الله والأنس بالله والرضا عن الله سبحانه وتعالى وطاعة الله، كيف تلج قلبا قد امتلأ بكلاب الشهوات وصورها؟ إذا كانت الملائكة ما كتدخلش البيت اللي فيه التصاوير وفيه الكلاب، فكذلك أطاعة الله والأنس بالله والقرب من الله سبحانه وتعالى لا يدخل إلى قلب العبد وقلبه قد امتلأ بكلاب الشهوات وبصورها المتنوعة وبأشكالها المتنوعة. فلذلك فرغ قلبك ثم املأه في رمضان وتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رجعوا للحديث، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، وفي رواية أخرى: تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب. ثم ينادي منادي الله سبحانه وتعالى، وذاك في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، يا اللي بغى الخير أجي، فهذا مكان الخير وهذا زمن الخير. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فنستفيد من هذا الحديث أن بغاة الخير كثر كما أن بغاة الشر كثر. اللي باغي الشر بالأنفس ديالهم وبعباد الله سبحانه وتعالى كثار وأكثرهم، واللي باغي الخير بعباد الله سبحانه وتعالى كذلك كثر. وهادو غادي يجوا معنا إن شاء الله تعالى في، يعني بالكلام اللي ذكر يعني في الأول، أن الناس يستعدون لرمضان على حسب تصورهم لهذا الشهر الكريم، كيفاش كيشوفوه هما رمضان. إذا فلذلك ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. فهذا يعني عتقاء، كيف الله سبحانه وتعالى يعتق رقاب عباده من النار في هذا الشهر الكريم؟ إذن فهو شهر الغفران وشهر العتق من النيران. وربي سبحانه وتعالى إذا اعتق الرقبة ديال العبد من النار، فأين مصيره؟ الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ونحن كلنا حولها ندندن: لا يصلي المصلي، ولا يصوم الصائم، ولا يقوم القائم، ولا يزكي المزكي، ولا يحج الحاج، ولا يطيع المطيع، ولا يكون البار بارا بأمه وأبيه إلا من أجل هذه الغاية. شنو هي الغاية؟ أن ينال رضوان الله سبحانه وتعالى، وأن يكون من أهل الجنة. هذا هو المراد، وهذا هو المغزى، وهذه هي الغاية ديال المسلم، غايته رضوان الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه الغاية هذه كامنة وكائنة في هذا الشهر الكريم المبارك. كما أن هذا الشهر كذلك جعله الله سبحانه وتعالى من الأسباب التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب عن عباده، ويتجاوز عن تقصيرهم وعن تفريطهم. فلذلك ورد
عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: الجمعة إلى الجمعة، أو الصلوات الخمس، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن، أي من حافظ على الصلوات الخمس فإن كل صلاة تكفر الخطايا التي قبلها، ومن حافظ على الجمعة فإن الجمعة تكفر الخطايا التي قبلها، وكذلك رمضان، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا فإنه يكفر له خطايا السنة كلها التي قبله. وهذا وارد في أحاديث كثيرة. الصلوات: أرأيتم لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من ضرره من شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرره من شيء يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. شوف على تمثيل نبوي شريف رفيع جليل. قال لك شوف لو كان واحد النهر، واحد السقية ديال الماء في الباب ديال كل واحد منا، يغتسل منها خمسة ديال المرات في اليوم، يغتسل كيغسل البدن ديالو، هل يبقى من ضرره ومن وسخه من أوسخه من شيء؟ هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم. فالعادة أن من اغتسل خمس مرات في اليوم لا يبقى من وسخ شيء، ما يبقى من الأوساخ الظاهرة يعني ديال الجسد. فكذلك الصلوات الخمس تطهر الأوساخ والأدران الداخلية والباطنية، الداخلية الباطنية من كبر ومن حسد ومن غش ومن خذلان. فأنت إذا وقفت بين يدي ربك سبحانه وتعالى فرفعت يديك قائلا الله أكبر، فقد اعترفت بفقرك لربك سبحانه وتعالى، وقد اعترفت بذلك وخضوعك وانكسارك لربك سبحانه وتعالى، وهذا معارض للتكبر. الله أكبر من كل شيء. ثم تقرأ الفاتحة فتثني على الله سبحانه وتعالى بالمحامد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تثني عليه بصفاته الحميدة، صفات الرحمة والمغفرة، ثم تسأله الهداية وتسأله التثبيت، ثم تنقضي صلاتك فتخرج من صلاتك على حال وعلى هيئة لم تكن عليها قبل أن تدخل في هذه العبادة. إذن الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، تأتي إلى الجمعة، ويعني يعني الإنسان كيركز على السنة دي الجمعة من التبكير ومن الاغتسال ومن التطيب ومن يعني الصف الأول ومن قراءة للقرآن، ويستعد لذلك بالنوافل، ثم ينصت للإمام، فيخرج يعني بواحد شحنة إيمانية تكفيه إلى الجمعة القادمة. لكن الإنسان الذي يقدم على الجمعة هو ما كيستعد لها لا بسنن ولا بنوافل ولا كذا، فيأتي فيخرج من الجمعة كالهيئة التي دخل عليها، بل قد يخرج أقبح، يخرج ويتكلم في الناس ويطعن في الناس وغير ذلك. ثم رمضان إلى رمضان. إذن فرمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. معنى أن هذه الأفعال العبادات اللي هي الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصوم رمضان فإنها من أسباب تكفير الذنوب اللي هي الصغائر، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتنبت الكبائر، وهذا شرط، فإذا توفر الشرط توفر المشروط. وأنتم تحفظون الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن من صام رمضان إيمانا بالله سبحانه وتعالى موقنا بفضله وكرمه، وما دخلش ولم يشرك مع الله سبحانه وتعالى شيئا في عبادته، صام لله وحده، ليس كمن يحرم نفسه من الأكل والشرب والجماع، الشهوات ديال البطن وديال الفرج طيلة اليوم، ولكن لا ينال من صيامه إلا الجوع والعطش، ولا ينال من قيامه إلا العياء. وش حال ديال الناس؟ كثير ديال الناس هذا حالهم، ما كيدي من الصيام ديالو إلا الجوع والعطش، ولا ينال من قيامه إلا التعب، فلا ينال أجرا ولا ينال فضلا، لأنه ما دارش الأسباب والشروط، لم توفر فيه الشروط ولا الأسباب ديال الأجر على أن يؤجر.
رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، إلا الجوع والعطش. إذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سوى الكبائر كما مر في الحديث الآخر. ومن قام رمضان كذلك إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قامه في الصلوات المفروضة وقامه في النوافل. فمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال آمين، هو كيطلع في الدور يعني في الدروج ديال المنبر، والمنبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ثلاثة ديال الدرجات كما هو معلوم يحكي أهل السير. فصعد إلى الدرج الأول فقال آمين، ثم الثاني فقال آمين، الثالث قال آمين. فلما نزل صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، علاش قلت في الدرج يعني في الأولى آمين آمين آمين؟ فسئل صلى الله عليه وسلم لماذا قال آمين، فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. رغم أنف امرئ أي خاب وخسر، هذا هو الخسران المبين الحقيقي. واحد يدرك رمضان فيخرج رمضان ولا يغفر له، إن رمضان فرصة. شحال ديال الناس راه صاموا معانا رمضان اللي داز، ولكن أين هم اليوم الآن؟ عام تحت التراب. ومن أدرانا أن نحن اللي جالسين هنايا، من أدرانا أن الواحد فينا غادي يبلغ الله تعالى رمضان؟ فالأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم. رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، يعني دخل عليه رمضان ومع ذلك لم يغفر له ذنبه ولم تقل عثرته ولم يغفر زلاله. رغم أنفه خاب وخسر، وهذا هو الخسران المبين. فقال له جبريل قل آمين فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبار ولم يغفر له، وفي رواية ولم يدخل الجنة فقل آمين فقلت آمين. إذن فمن أسباب المغفرة، من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا صيام رمضان إيمانا واحتسابا وقيامه إيمانا واحتسابا. إذن فهو فرصة لا تعوض، فرصة جليلة عظيمة. ثم إن هذا الشهر الكريم احنا أعطينا غير بعض الأدلة مما ورد في فضله. احنا لما نعرف أن هذا الشهر الكريم بهذه الميزة هذه لابد من الاستعداد لهذا الشهر. احنا كمسلمين خصنا نتعامل مع الأحداث ونتعامل مع الزمن ونتعامل مع المكان، المكان عفوا، ليس كباقي الناس. لأن احنا عندنا أماكن مقدسة نتعامل معها ليس كباقي الأمكنة. المسجد مكان مقدس وأن المساجد لله، إذن فأتعامل مع هذا المكان تعاملا خاصا من الاحترام ومن التطهر ومن التقدير ومن الإجلال. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. كذلك الأزمان المقدسة المعظمة ينبغي أن أتعامل معها تعاملا خاصا، ومنها رمضان. إذن فأستقبل هذا الشهر الكريم استقبالا خاصا ليس كباقي الناس. إن مما يستقبل به رمضان استغلال هذا الشهر الذي نحن فيه اللي هو شهر شعبان. شهر شعبان اللي هو شهر الغفران، اللي هو من الأشهر العظيمة الجليلة كذلك، الذي ورد فيه الحديث الذي حسنه العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان، يعني شافوا كيصوم في شعبان بزاف يكثر من الصيام. فسأله لماذا يكثر من الصيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا إياه ومعلما الأمة، فقال له ذاك شهر يغفل الناس عنه، يغفل الناس عنه. علاش؟ لأنه جاء بين شهرين عظيمين، كاين رجب وكاين رمضان وهنا شعبان. رجب من الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهذه الأربعة الحرم هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ثلاث متواليات وهن ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ثم قال ورجب مضر
هو الذي بين جمادى وشعبان. إذا فهي أشهر أربعة، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر نسبه إلى قبيلة مضر، ليس ما ذهبت إليه قبيلة ربيعة، وهم يقولون أن رجب هو اللي فيه رمضان دابا هنايا، لكن رجب هو الذي بين جمادى الثانية وبين شعبان. إذن رجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي أشهر حرم عظمها وفضلها الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ذكرها مجملة ثم استثنى أربعة أشهر، والله عز وجل إذا استثنى خاصا من عام ففي هذا دليل على جلالة وعظمة وقدر هذا الخاص الذي خصه الله سبحانه وتعالى من بين العموم. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما خطبنا بالصلاة قال لنا حافظوا على الصلوات زيد والصلاة الوسطى. واش الصلاة الوسطى ماشي هي من جنس الصلوات ولا واش هي من جنس الصلوات ولا لا؟ فلماذا خصها الله سبحانه وتعالى؟ لأنها صلاة عظيمة. فلذلك اختلف العلماء اختلافا كثيرا شنو هي، شكون هي الصلوات الوسطى، منهم من قال الفجر، من قال الظهر، من قال العصر، من قال المغرب، منهم من قال العشاء، منهم من قال الجمعة، منهم من قال الوتر، منهم من قال العيدين، منهم أقوال كثيرة، لكن ماشي هذا محل تفصيل فيها، لكن الأمر الذي ذكر أن الصلاة الوسطى ذكرت بعد الصلوات وهي من جنسها، إذن في هذا دليل على عظمة هذه الصلاة. كذلك الأشهر الحرم الأربعة ذكرت بعد ذكر الأشهر الاثنى عشر، ففي هذا دليل على عظمة هذه الأربعة أشهر. إذن فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك شهر يغفل الناس عنه، شنو هو؟ شعبان. إكمع عيسو نزيدوا شوية ياك. إذن بين رجب وبين رمضان، ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان. ومن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. إذا الأعمال ديال السنة ترفع في هذا الشهر المبارك اللي هو شهر شعبان. إذا ربي سبحانه وتعالى باش تعرف أي شهر وأي زمان فضله الله سبحانه وتعالى بشي حاجة، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذا هذا الشهر ديال شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، لأن الصيام عبادة جليلة عظيمة، صيام النفل، فناهيك عن صيام الفرض. ويكفينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه رب العزة كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، أضاف أجره إليه سبحانه وتعالى وهو الكريم سبحانه وتعالى. إن الله تعالى كريم وأضاف أجر الصيام إلى نفسه، وإذا أضاف الله سبحانه وتعالى أجرا إلى نفسه ففي ذلك دليل على عظمة هذا الأجر. إذن في ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن فالاستعداد لرمضان يكون باستغلال شعبان في ماذا؟ في كثرة الصيام، في كثرة الصيام، ويكون كذلك بكثرة قراءة القرآن، فإن هذا الشهر كان يسمى عند السلف الصالح بشهر القراء، كيتسمى شهر شعبان كيتسمى شهر القراء، حتى ورد عن أحد السلف أنه كان يغلق حانوته ويتفرغ إلى قراءة القرآن، كيسد الحانوت ديالو في شعبان ويتفرغ لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. علاش؟ لأنه كيعد النفس ديالو لاستقبال رمضان، لما كيدخل رمضان كيلقاه قد يعني تعود على الصيام وتعود على قراءة القرآن وتعود على القيام، ثم كيدخل رمضان كتلقاه مرتاح، ماشي بحال بعض الناس كيدخل رمضان كتلقاه كيصوم كيصب الظهر كطفى عليه البولة، كيصلي ورا الإمام كيصلي العشاء كيضرب واحد جوج ركيعات يجي داك الشيء بزاف وينفتل، ولا كيبدا يقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة كيدخل في البقرة بداك الجهد وكذا، يقرأ الربع الأول الربع الثاني يبان ليه داك الشيء ما هو هذاك، كيسد المصحف ويخرج. علاش؟ لأنه ما روضش نفسه، ما هيئش نفسه لرمضان. ولله المثل على من الأمثلة على ذلك مثلا الرياضي، دابا اللي كيلعب الرياضة واحد بغى يلعب ماتش ديال الكرة واش غيمشي يدخل مباشرة يلعب؟ لا، هذا إما غيتوعد ولا ما غاديش يقدر يكمل الماتش، فكيف ذاك ما يحصل للصائم في رمضان وللقائم في رمضان وللتالي في رمضان تالي القرآن الكريم. إذن الاستعداد لرمضان باستغلال شعبان، باستغلال شهر
شعبان. ونختم لكم بالمسألة اللي ذكرتكم قبيلة، أن الناس يستعدون لرمضان على حسب منظورهم لهذا الشهر الكريم. فبعض الناس يرى أن رمضان شهر أو فرصة لإضلال وغواية الناس، لإضلال وغواية الناس، وهؤلاء هم شياطين الإنس، وهؤلاء هم شياطين الإنس. يستعدوا رمضان باش بالأفلام والمقاطع وبالفكاهة، ويستعدون يعني بالسكيتشات، ما يسمى بالسكيتشات والمسائل، يعني إما عارفين كيدوزوا في وسائل الإعلام، يستعدون لرمضان بهذه المسائل هذه. وغايتهم من ذلك ماشي أنه بغى يضحكك أنت، واش بغى يضحكك أنت ولا بغى يفرج عنك الهموم، لا، هو راه غارق في الهم، فكيف يزيل الهم عن غيره وهو مهموم؟ هو بنفسه هو مهموم، لا يزيل الهم عن غيره. إن الله سبحانه وتعالى الآية صريحة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا مزيرة. إذن في زعمية أنه بغى يفرج على عباد الله وبغى يستأنسهم وبغى يوري لهم الواقع من خلال هذه الأفلام، يحكي لهم الواقع. فلذلك أنت لما تدخل وسائل الإعلام كتشوف فلان شرب الخمر، هذا قتل أمه، هذا ضرب باه، هذا كذا، هذا. أنت اش كيوقع عليك؟ كيوقع عليك واحد التصور ديال المجتمع. شنو هو؟ أنك تصور المجتمع شنو فيه؟ فيه الزنات، وفيه شراب الخمر، وفيه القتالة، وفيه هادشي كيتصور لك أنت المجتمع هو هذا. ولكن لما كتخرج للواقع، واش هذا هو الواقع اللي كنعيشوه؟ لا، ماشي الواقع. الواقع خلاف ذلك. الحمد لله عندنا ناس صالحين، عندنا حفاظ القرآن، عندنا علماء، عندنا دعاة، المساجد عامرة، دور القرآن عامرة، والحمد لله الكل يحفظ القرآن. إذن ما تقرأه وما تشاهده في هذه الوسائل خلاف ما تعيشه في الواقع. إذن فلذلك هؤلاء يقول لك: بغيت نحكي لك أنا الواقع، نصور لك الواقع من خلال مقطع أو فيلم، وكيجيب لك الحلقات بعدد الأيام ديال رمضان، 30 حلقة، وكل حلقة كيجيب لك مقطع، وهذا الفيلم كله داير على الخيانة الزوجية، كله داير على الخيانة الزوجية. هذا خانت هذا، وهذا خان هذه، وهذه حملت من هذا، وهذا حمل هذه، وهذه ولدت من هنا، وصوب كذا. لا انت كتخوني، لا الحب، والحاج مسكين حل فمه في التلفازة، والحاج جاري وقا هابطين ساعات طوال، فيلم ورا فيلم، الحاج كدير لها الحاج، شوف الحب كيداير، هو كيقول لها هي العدو، هذا هو الحب. وذاك الشيء كله باطل على باطل، ظلمات بعضها فوق بعض. الواقع ديال دوك الناس هذوك راهو كنتشوفوا، الله المستعان، ما كاين لا حب ولا شيء. حب الحقيقي هو الذي بنى على طاعة الله سبحانه وتعالى. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، هذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اجتمعا عليه الحب في الله سبحانه وتعالى. كذلك الرجل وامرأته، يعني الزوج والزوجة، إلا اجتمعوا في الحب ديال الله سبحانه وتعالى، راهم داخلين في هذا الحديث هذا، اجتمع عليه. لأن إطلاق الرجل يراد به حتى المرأة تدخل في لفظ الرجل. إذا قلنا الناس كيستعدوا رمضان على حسب منظوره، كيشوف بأن رمضان فرصة لإضلال الناس وغوايتهم، فلذلك كيشغل ليهم نفسهم، كيجيب لك الفيلم حتى الوقيته ديال الفطور. علاش؟ باش أنت كترمي اللقمة، كتلوح، كتاكل، وبنادم النهار كله وصايم، ما كيعرف شنو كلا وشنو شرب، كيبقى يلوح خاشي وجهه في التلفازة، كيتفرج في المسلسل، وفي حقيقة الأمر راه هو اللي مسلسل. أنت اللي مسلسل، ماشي هذاك هو المسلسل، أنت المسلسل، داير لك سلاسل حدا التلفازة. فلا يستشعر أهمية الوقت ولا فضيلة الوقت، كيود العشاء، كيسمع الناس كيصليو التراويح، وغارق في الشهوات، غافل عن الله سبحانه وتعالى، بزعم منه أنه يشاهد الواقع ولكنه يشاهد خلاف الواقع. هذا صنف من الناس. والغريب في الأمر أنه لا يجتهدون، يجتهدوا بزاف، ماشي بحالنا هنايا كسالى، نجتهد في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. أما هذوك يجتهدوا الليل والنهار، كيخدموا علاش؟ باش يدمروا الأخلاق في الأسر، يدمروا الأخلاق الحميدة والأخلاق الإسلامية. وناس آخرون في الجهة المقابلة أنهم يستعدون لرمضان، لأنهم ينظرون أن إلى رمضان أنه فرصة العمر التي لا تعوض، كيشوف رمضان على أنها فرصة قد لا تعوض له، قد ما يدركاش العام الذي
اللي جاي، فيستغلها في القيام وفي الصيام وفي الصلاة وفي العبادة وفي البر، فيستغل وقتها وكيدير برنامج. والإشكال اللي عندنا، احنا عندنا العشوائية، واسمحوا لي خطولت عليكم شوية، عندنا العشوائية في العيشة ديالنا، كنعيشوا عيشة عشوائية، ما عندناش برنامج يومي ولا أسبوعي ولا شهري ولا، ما عندناش. لا، الإنسان المسلم خص يكون عنده برنامج قبل ما يدخل رمضان، ندير برنامج بالورقة والقلم، شد ورقة وشد القلم وندير برنامج، ندير الورد ديالي اليومي من القرآن، ما أفعله بعد صلاة الصبح، قبل صلاة الصبح، أولا بعد صلاة الصبح، أش غندير؟ غنجلس ونذكر الله سبحانه وتعالى وأثني على ربي سبحانه وتعالى، ونجلس في المجلس ديالي حتى وقت الشروق، وأصلي ركعتين وأفعل وأفعل، ونقرأ ورد ديال القرآن وأفعل، ونمشي للعمل ديالي وكذا، نذكر الله قد وقد، ولا بأس بتحديد العدد. تلزم به نفسك أنت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علي، ومن قول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي حمدي، من أذكار ومن هذه المسائل، وندير برنامج يومي ديالي. ولما يخرج رمضان غنلقى واحد النتيجة، برنامج ديال شحال ديال الختامات، الورد اليومي وكذا، لما يخرج رمضان غتلقى الأثر ديال داك الشيء اللي درتي. إذن فهؤلاء الصنف الثاني الذين ينظرون إلى رمضان أنه فرصة لا تعوض، صنف أم يعني أناس همهم في بطنهم، ومن كان همه في بطنه فقيمته ما يخرج منها. الهم ديالو هو غير في الماكله والشراب والشهيوات، ندير البريوات، ندير العصير ديال الفريز، غدا ديال البنان، لا المرأة اليوم درت لنا ديال البنان، غدا ديرنا ديال التفاح، لا ديرنا ديال الطفله، خصها تكون عامره مزوقه بالانواع ديال المأكولات والمشروبات وكذا، والمرأة مسكينه من الظهر هي واقفه في الكوزينه، الظهر ديالها غيتهرس، والرجل يثقل كاهله بالديون من اجل ذاك الماكله هذيك، ينقبوا واحد شويه ما كياكلوش ذاك الشيء وكيضيعوا كذا، فينظرون يشوفوا رمضان على انه شهر اكل وشرب وتمتع. فهؤلاء يعني فيهم، ما نقولش تشبيه تام بالبهائم، وانما نقول فيهم شبه، فيهم بعض الشبه بالبهائم اعزكم الله، لان الله سبحانه وتعالى كرم بني ادم، ولقد كرمنا بني ادم وحملناه في البر والبحر، رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ربي سبحانه وتعالى فضلك بالعقل، فينبغي لك ان تتعامل مع هذه الاحداث تعاملا شرعيا وفق الضوابط الشرعيه. اذا احنا كمسلمين خصنا نستعدوا لهذا الشهر المبارك انطلاقا من هذه الليالي، ونجعل نفسي ورد ديال القران، ونجعل نفسي يعني رواتب، وأحافظ على الصلوات في أوقاتها وفي الجماعات، وأحافظ على الجمعة، يكون عندي ورد، ولما يدخل رمضان إن شاء الله تعالى ألزم نفسي بقراءة القرآن، ولزم نفسي بأني نتم الصلاة ديال التراويح مع الإمام. فإذا كانت حال المرء هكذا، غادي يخرج رمضان إن شاء الله تعالى، وغادي يلقاو الأثر ديال رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. اسمحوا لي على الإطالة، الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير، بارك الله.